اسمي مريم فكري، متطوعة للسنة الأولى في منتدى الإعلام العربي، وهاي أول مرة أتطوع هني. كونك أنتي متطوعة، شو دورك في هالمنتدى؟ أنا في قسم التسجيل، دوري أني أنا أسجل الضيوف وأعطيهم البطايق، وما شاء الله أحس أن هالسنة يعني أكبر عن كل السنوات، عدد كبير وما شاء الله زحمة وشي، والحمد لله نحن قادرين يعني نسيطر على الموضوع وشي. وشو رأيك بالمواضيع المطروحة هذه السنة؟ ما شاء الله المواضيع وايد حلوة وهادفة بالنسبة للإعلام بشكل عام. أحس أن هالمرة المواضيع أكبر وممكن تفيد الوسط الإعلامي أكثر.